نعم، عضو مجلس الشورى اليمني عصام شريم سيد تميمي يعتبر أن الإمارات تستخدم الملف اليمني للمقايضة في ملفات إقليمية أخرى، طبعا هذا تعليقا على الانسحاب المفاجئ للقوات المدعومة إماراتيا. برأيكم أي ملفات إقليمية أخرى قد تقايض عليها الإمارات باليمن؟ المقايضة هنا تنصرف إلى التفاهمات إماراتية إيرانية، وهذا أمر وارد. الإمارات مجاورة لإيران، وبالتالي التفاهمات من نوع الحصول على الأمن المتبادل. يعني المصالح هنا، الإمارات تحصل على الأمن وإيران تحصل على مزيد من النفوذ في شبه الجزيرة العربية. هي معادلة لم تضمن الأمان في الحقيقة والأمن للإمارات، ولم تحميها مطلقا، لأن إيران لا تقر بهذا النوع من المعادلات. يمكن أن تذهب إلى تفاهمات مع الإمارات، لكن لا تلتزم إيران. كلما حصلت على قوة النفوذ في شبه الجزيرة العربية، كلما ازدادت قدرتها على إيذاء دول مجلس التعاون الخليجي. لهذا الإمارات وغيرها من دول مجلس التعاون، من ذوي الملاءة المالية والثراء النفطي، عليها أن تدرك أن فرصتها الوحيدة لتقوية مركزها الجيوستراتيجي يكمن في استعادات اليمن. استعادة اليمن بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، إعادته إلى وضعه كدولة قوية قادرة، دولة لكل اليمنيين، دولة تتمتع بثقل سكاني بإمكانه أن يعادل القوة في أي صراع قادم إقليمي. غير هذا، أنا أعتقد أن هذه الدول الغنية الصغيرة يمكن أن تفقد المعركة أو تفقد قدرتها على الدفاع عن نفسها في أول مواجهة مع إيران أو مع غيرها من الدول.